يقول فضيلة الشيخ: لدي سيارة مؤمنة لبعض الشركات، وفي حالة الحريق أو الحوادث لا قدر الله، فإن هذه الشركة تقوم بالتعويضات، علما بأننا في بلدنا في حالة عدم التأمين لا تحصل على تصريح هذه السيارة. لا، التأمين حرام، وأكل أموال الناس بالباطل، ولكن إذا أجبروك على التأمين فأنت تدفعه من أجل أن تحصل على السيارة وتستخدمها، ولكن لا تستفيد من هذا التأمين. صلح سيارك أنت على حسابك، ولا تصلحها على حساب الناس، على حساب أصحاب الأموال الذين اشتركوا في التأمين، أن هذا حرام وأكل لأموال الناس بالباطل. فادفع التأمين من أجل أن تحصل على الرخصة وعلى الحصول على السيارة، ولكن لو حصل شيء أن تحمله وتستعين بالله سبحانه وتعالى. نعم.